مرحب احبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفه بالموز كتير كتير طيبه ورائعه. اول شيء عندنا موزتين قطعتهم بهيدا الشكل، بحط فوقهم ملعقه طعام نسكافيه، بنعمل منيح مع بعض. بس نعمتن منيح، هلا بكفي انا وياكم. بحط فوقن سكر، 100 جرام سكر حطيناه، كمان بحط زبدة دايبة 100 جرام، بيضة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، بخلطهم شوي. هلا بحط فوقهم طحين 170 جرام طحين، بحط خلطهم مع بعض، بخلطهم منيح لتختفي التكتلات بقلب الخليط. هيدي الطريقة إذا عنا موز مستوي منيح وما منيه. حركناهن منيح، هيدول التكتلات اللي بقلبن مش طحين موز، شايفين؟ لو طحين بيعمل لون أبيض، بس هيدول موز ما بيأثر. هلا بعد ما حطيتهم بهيدا الشكل بحط فوقهم شوكولا، كمان بخلطهم مع بعض ونحطهم بالقالب. عندي قالب حطيت بيه أرض ورقة زبدة، وإذا ما متوفر عنا ورق الزبدة ما في أي مشكلة، ممكن تحطوا طحين مع نقطة زيت خفيفة أو تحطوا زبدة، ما في أي مشكلة. هلأ هولي بدي أحطهم بالقالب، أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل، ونحط الخليط بالقالب. بسم الله، طريقة كتير كتير بسيطة وطيبة. نوزعهم بهيدا الشكل، بعملهم بهيدي الطريقة. هلا بحطهم بالفرن. هيدا الكيك أخذ بالفرن 30 دقيقة، نص ساعة. هلا بدنا نشيله ونحطه بالصحن. قبل ما نشيل الكيك نحطه بصحن، بدي اعمل انا وياكم شوكولا جناش. عنا هون 50 جرام شوكولا، بحط فوق الشوكولا زبدة حوالي ملعقة صغيرة، كمان بحط حليب ملعقة اثنين. هلا بدوبهم بالميكروويف. بس دوبنا الشوكولا بهيدا الشكل، هلا بنحطهم على جنب، بنشيل القالب بنحطه بالصحن. واو، كتير كتير طري وسوفت. هلا بنحط الشوكولا على الوجه.
بدنا نشوف كيف طلع الكيك انا وياكم. هيدا الشكل النهائي عن جد كتير كتير طالع ناجح، وعجينة كتير روعة طرية ومش ناشفة ابدا. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي احبابي.